لكن يبقى أن هناك حوالي 16 اسم فيها اختلاف وتردد، ولا بأس أن أسرد لكم بسرعة هذه الأسماء ونعلق عليها، وإن كان الحصر هنا ما هو نهائي قد يشكل عليه أشياء. الأحد أو بمعناها الواحد كما سوف يأتي، الآخر، الأعلى، الأكرم، رتبتها ترتيب هجائي على حسب حروف الهجاء، الإله، الأول، وفي السنة قال أنت الأول فليس قبلك شيء، الباري، الباطن، البر، البصير، التواب، الجبار، الجميل، هذا ورد في السنة والله جميل يحب الجمال، الجواد، هذا أيضا في السنة بأني جواد واجد ماجد، الحافظ، الحسيب، الحفي، إنه كان بي حفية، الحفيظ، الحق، الحكم، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي من الحياة، لأنه حي سبحانه وهو يفيض الحياة على المخلوقات، وأيضا الحيي من الحياة، أن الله تعالى يستحي كما في السنة أن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهكذا الخالق، الخبير، الخلاق، الرؤوف، الرب، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرفيق، هذه من السنة أن الله رفيق يحب الرفقة في الأمر كل، الرقيب، السبوح، هذا أيضا جاء في السنة كما أشرت، سبوح قدوس، الستير، وأيضا الناس يقولون الستار وعبد الستار، ولا أرى إشكال لأن المعنى واللفظ متقارب جدا، السلام، السميع، السيد، إن السيد الله، هذا حديث، الشافي أيضا في دعاء الرقية، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، الطيب من السنة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الظاهر، العالم، العزيز، العظيم، العفو، العلي، العليم، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القهار، القوي، القيوم، الكافي، الكبير، الكريم، اللطيف، الله، المؤخر، المؤمن، المبين، المتعال، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحيط، المصور، المعطي، هذا من السنة أيضا، المقتدر، المقدم، هذا من السنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الذي يرزق الناس أقواتهم ويعطيهم، وقيل معناها القدير على كل شيء، الملك، المليك، المنان، كما في حديث السنن وأحمد، حديث بريدة وغيره، أنت المنان بديع السماوات والأرض، المهيمن، المولى، النصير، الواحد، الوارث، الواسع، الوتر، الودود، الوكيل، الولي، الوهاب، النور، الله نور السماوات والأرض. تقريبا هذه 99 اسما يمكن أن يكون على بعضها إشكال وأن يبدل بها غيرها، المهم أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء ويتعرف على معانيها. أيضا ما يتعلق بموضوع عد الأسماء فقد أشرنا إلى بعض معانيها وآثارها في الحياة، ومن ذلك اسم الله الأعظم، وقد اختلف العلماء فيه، فقيل هو لفظ الله، لفظ الجلالة، وهذا اختيار أكثر أهل العلم كابن القيم وغيره، وهو أكثر ما ورد في القرآن الكريم، وقيل إنه الحي القيوم، وقيل إنه متضمن في سورة الإخلاص، وقد جاء في حديث، بل في أكثر من حديث، أن رجلا دعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم، وكان من دعاء هذا الرجل اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فهذه المجموعة من الأسماء تضمنت اسم الله الأعظم، ولذلك نقول يدعو العبد بها في سجوده وقيامه وقعوده، وقد يكون إخفاء الاسم الأعظم من جنس إخفاء ليلة القدر وغيرها مما يتعبد الإنسان بالبحث فيه والتحري والاجتهاد. وهناك قول لجعفر الصادق رضي الله عنه أنه يقول إن الاسم الأعظم هو أن يدعو الإنسان ربه وهو في حالة من الانكسار والانقطاع إلى الله، فجعل الدعاء بالاسم الأعظم ليس مرتبطا بالاسم فقط بل بالحال التي يكون عليها الداعي. ونحن نقول لا حرج من الجمع بين الأمرين، بحيث أن يكون الدعاء بالاسم الأعظم أن تنادي ربك جل وتعالى بواحد من هذه الأسماء المعينة، وأن تكون حال ندائك مقبلا على ربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. يا من سمع قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جوارها لا تسمع ما تقول، فسمعها الله تعالى من فوق 7 سماوات وأنزل في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
وأنت تسمعنا وترانا وتسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات، سائلين مستغفرين مستغيثين بجودك وكرمك وعفوك وسترك، فأعطهم سؤلهم ولا تحرمهم يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. فاللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. توضأ القلب من ظني بأنك غفار وصلى، وكانت قبلة الأمل، دع الهوى لذويه يهلك شغفا، أو فاقتل النفس فيه مثل من قتلوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، يا واحد يا أحد يا صمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم أن ترحم ضعفنا وتستر عيبنا وتغفر ذنبنا وتجبر كسرنا وتجمع شملنا وتصلح فساد قلوبنا وتقر عيوننا بخير الدنيا والآخرة وتصلح أحوال المسلمين جميعا. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واهدهم من ضلالة وعلمهم من جهالة وأعزهم من ذل واجمعهم من شتات وردهم من غربة واكشف ما بهم من كربة وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. أثاب الله شيخنا الفاضل على ما قدم، وهذه الأسئلة التي توالت أكثرها في ثنايا كلام شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا. طيب عشان نكسب الوقت قبل، يقول من كتب الفقه يرد لفظة حكم الشارع والمقصود بذلك هو الله، ما يقال عن الله سبحانه وتعالى ليس كله أسماء، قد يقال عن الله أخبار أحيانا أو أوصاف وليست أسماء، ومن هذا كلام العلماء لم يقول الله متكلم أو مريد أو الصانع أو الشارع أو ما